للمرة الرابعة يتم تسليمي قرار بتحديد حركتي ومنعي من الوصول إلى القسم الشرقي من مدينة القدس بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك. طبعا القسم الشرقي يعني بيعني بيت حنينة، شعفاط، صور باهر، بيت صفافة، كل قرى شرقي القدس العربية. هذا طبعا القرار أثر بشكل كبير على طبيعة حياتي، على روتين حياتي، وعلى قدرتي على القيام بواجبي اتجاه عائلتي. قرار ظالم، قرار ينتهك فيه الاحتلال حقي في حرية الحركة، في حرية العبادة، في حرية العمل، وفي حرية الحياة بشكل طبيعي. أنا الآن لا أستطيع أن أصل إلى مكان عملي، لا أستطيع أن أصل إلى الطبيب، إلى المؤسسات، بريد، بنك، كل هذه المؤسسات، وطبعا لا أستطيع أن أقوم برعاية أبنائي وعائلتي، والدتي، وتقديم لهم الخدمات اللي بيحتاجوها. الآن هذه المرة الرابعة، بمعنى أنه أصبح لي سنتين، أو إذا بعد تنفيذ هذا الأمر سيكون لي سنتين ممنوع من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، ممنوع إلى الوصول إلى طبعا حياتي الاجتماعية مع أقاربي، مع معارفي في القسم الشرقي من مدينة القدس. آخر مرة كانت على شكل اتصال من المخابرات وإن أنت مطلوب للتحقيق، وحتى يعني سألته إذا بيلزم أجيب معي محامي، قال لي أنت ممكن تكون متهم فسوي اللي بدك إياه. جازفت، رحت لوحدي طبعا، وكان طبعا ساعة كاملة انتظرت في الشتاء في هذا اليوم الماطر، وبعد ذلك تم تسليمي الأمر والتوقيع على أني استلمته وفهمت مضمونه وانتهى الموضوع.